مساء الخير لكم جميعا. في عنا خبر سار جدا يتعلق بالجنسية الألمانية، وخاصة أنه في كتير ناس عم تنتظر أخبار الجنسية وعم تنتظر كمان القانون الجديد. من فترة عملت لكم فيديو وعطيتكم الموعد الرسمي والأكيد لصدور قانون الجنسية الألمانية الجديد، والموعد هو في 26 من شهر يونيو حزيران 2024. في بعض المتابعين كتبوا لي بأنه أنت متأكد من هذا الموعد ولا ممكن يتغير لاحقا؟ طبعا أجبت بعض المتابعين بالتعليقات بشكل مباشر بأنه هاي المعلومات أكيدة 100%. مثل ما بتعرفوا بالعادة ما بنقل لكم إلا المعلومات المتأكد منها 100%، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة والهامة. ولكن في عنا خبر صار بالنسبة للأشخاص يلي لسه شاكين بالموعد، يعني عم بيفكروا أنه ممكن يتغير الموعد. في عنا خبر صار من قبل وزارة الخارجية الألمانية، نشرت عن طريق المركز الإعلامي التابع لها على منصة إكس يلي هي منصة تويتر سابقا، نشروا من خلال المركز الإعلامي تبعهم على منصة إكس منشور باللغة العربية. فعملوا منشور باللغة العربية كتبوا فيه، رح أحطلكم إياه هون طبعا، كتبوا فيه: انتظره الكثيرون طويلا وأخيرا صدر، بدءا من 26 يونيو حزيران يدخل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ. طبعا في شوية أخطاء إملائية بالمنشور، ما كاتبينه بلغة عربية دقيقة، يعني الشخص اللي كاتب هذا المنشور ما بيعرف عربي 100%. وتحدثت السيدة ريم العبالي مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الاندماج ومكافحة العنصرية، تحدثت بهذا الخصوص مشان القانون الجديد: لقد انتظر الكثيرون سنوات وعقودا من أجل ذلك، والآن أصبح هذا الأمر أخيرا في القانون. سيتم تطبيق قانون الجنسية الجديد اعتبارا من 26 من شهر يونيو 2024 على كل من يريد أن يصبح ألمانيا. هذا يعني أن ألمانيا لديها أخيرا قانون جنسية عصري وحديث. فتم نشر هذا المنشور من قبل المركز الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الألمانية، وهذا الكلام صار أكيد 100%، رح يصدر القانون في التاريخ المذكور. فحبيت أعطيكم هذا التأكيد السار لكل الأشخاص اللي لسه متشككين في موعد صدور قانون الجنسية الألمانية الجديد. ولكن هون في عنا كمان شوية أخبار سلبية بهذا الخصوص. بحسب اطلاعي على الصفحات اليمينية هون بألمانيا، في كتير صفحات يمينية على موقع إكس وحتى على فيسبوك ومواقع تانية بيتناولوا دايما القضايا الحساسة، وخاصة اللي تتعلق باللاجئين والمهاجرين، وأنا بقرأ مناشيرهم كلياتا، يعني بطلع على الشغلات اللي بكتبوها لحتى أعرف كيف عم بيفكروا اليمينيين المتطرفين، وحطكم كمان بصورة الوضع بألمانيا من قبل هدول الأشخاص. فعم بيتناولوا هذا المنشور، يعني هذا الإعلان باللغة العربية، صاروا يتناولوا بصفحاتهم وصاروا يكتبوا بأنه شوفوا كيف وزارة الخارجية الألمانية بقيادة أنالينا بيابوك اللي هي وزيرة الخارجية، شوفوا كيف عم يعملوا دعاية للجواز الألماني باللغة العربية في البلدان العربية. فشوفوا كيف اليمين عم يعمل بروباغندا لحتى يصير المشاعر لدى المتطرفين بأنه شوفوا كيف جوازنا الألماني صار عم ينعمل له دعاية باللغة العربية في البلدان العربية، وهلا رح يجوا لعنا بالملايين هون لألمانيا، فجوازنا ما عاد له قيمة، صاير كأنه عم ينباع. فبهذا الشكل التافه عم يحكوا بهي الطريقة اليمينيين المتطرفين على صفحاتهم بشكل مبالغ فيه ولا يموت للحقيقة بصلة اطلاقا. فحبيت كمان حطكم بصورة هي الاخبار اللي عم يتداولوها اليمينيين المتطرفين، وخاصة فيما يتعلق باعلان الجنسية الالمانية باللغة العربية. ننتقل لخبر اخر هام جدا. في عنا تحذيرات في وسائل الاعلام الالمانية تتعلق بالفريز، بفاكهة الفريز الفراولة. بالفترة الحالية في فريز عم ينباع هون بالسوق بألمانيا في متاجر الزوبرماركت والديسكاونترز، ولكن هذا الفريز فيه عليه إشكاليات كتيرة، وخاصة الفريز اللي عم ينباع بالشهر الحالي في الفترة الحالية في شهر أبريل نيسان، لأنه هذا مو موسم الفريز بألمانيا. فهذا الفريز قادم لعنا من إسبانيا وتحديدا من جنوب إسبانيا. بشكل عام الفريز اللي بينباع بألمانيا بالفترة الحالية هو قادم بغالبيته من جنوب إسبانيا، وفي كمان بعض الفريز اللي بيجي من تركيا والمغرب. وبحسب التحذيرات في إشكاليات كبيرة كتير على الفريز اللي جاي من إسبانيا، وخاصة أن بإسبانيا بجنوب إسبانيا محل ما بيزرعوا هذا الفريز في شح بالمياه، يعني هاي المناطق في جنوب إسبانيا ما فيها مياه، فلهيك عم بيقوموا بعض الأشخاص المزارعين اللي عم بيزرعوا بطرق غير نظامية عم بيقوموا بحفر آبار غير نظامية غير شرعية لسقاية الفريز. والفريز مثل ما بتعرفوا بيحتاج لكمية كبيرة من المياه، كل 1 كيلوغرام من الفريز بيحتاج ل 300 لتر من المياه، وهذا رقم كبير جدا، وفي شح بالمياه في جنوب إسبانيا.
فهذا الشيء فيه له أضرار مناخية وبيئية كبيرة جدا. وفي كمان إشكالية تانية تتعلق بالنقل، فهذا الفريز عم بيجينا من إسبانيا، فبالتالي في طريق نقل طويل، وبالتالي في انبعاثات أكثر لغاز ثاني أكسيد الكربون. وفي إشكالية ثالثة تتعلق بهذا الفريز وخطيرة جدا على صحتنا، هذا الفريز عم بيسمدوه بكمية كبيرة من الأسمدة، وكمان عم بيرشوه بكمية كبيرة جدا من مبيدات الحشرات، فحتى لو غسلتوا الفريز رح يضل فيه بقايا لمبيدات الحشرات. فلهيك هذا الفريز بحاجة لغسل عنيف كتير، ومثل ما بتعرفوا الفريز حساس ما بيتحمل غسل كتير، لهيك يفضل انتظار موسم الفريز الألماني الشهر القادم، شهر أيار مي. في الشهر القادم رح يطلع الفريز الألماني عنا هون، ما في مسافات نقل طويلة، وبالتالي ما في انبعاثات كمان زيادة لثاني أكسيد الكربون. هي عبارة عن فاكهة موسمية بتطلع عنا هون في المناطق المجاورة، في الحقول المجاورة. وحتى أنتوا فيكن تروحوا بأنفسكن وتقطفوا الفريز الألماني، تاخدوا سلة وتقطفوا الفريز الألماني، يعني تنقوه على كيفكن مثل ما بدكن في موسم الفريز. طبعا الفريز الألماني جودته أفضل بكتير من الفريز المستورد، وما فيه كمان كوكتيل من المبيدات الحشرية، فيه شوية مبيدات كمان طبعا مبيدات الآفات، ولكن ليس بنفس الكمية يلي عم يستخدموها بإسبانيا، فكمان بحاجة لغسل لازم تغسلوه طبعا. والفكرة بأنه الفريز الألماني مثل ما قلت جودته أفضل بكتير، وحتى طعمته أنكه، طعمته أفضل، ولكن سعره أعلى، سعره ممكن يصل لدبل سعر الفريز المستورد، ولكن جودته أفضل بكتير من المستورد. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر، يلي حابب يأكل نظام غذائي بيئي فلازم يعتمد على الفاكهة الموسمية يلي بتطلع عنا بألمانيا. ننتقل لخبر آخر تحدثت عنه وسائل الإعلام الألمانية الرسمية. انخفض استهلاك اللحوم في ألمانيا لعام 2023. كل فرد بألمانيا بيستهلك في المتوسط أو استهلك في المتوسط 51600 جرام من اللحم في عام 2023، ولكن بانخفاض وقدره 430 جرام. فاستهلاكنا للحوم لكل فرد انخفض بمقدار نص كيلو تقريبا في عام 2023. طبعا صرنا نحن هون بألمانيا عدة سنوات استهلاكنا للحوم في انخفاض متواصل، وبحسب جيم اتستيميا وزير الزراعة الاتحادي، فهذا الشيء بدل على زيادة الوعي لدى السكان الألمان، فبالتالي بسبب زيادة الوعي خف استهلاك اللحوم، لأني هذا الشيء فيه له أضرار على البيئة، وكمان أضرار على تربية الحيوان، على رفاهية الحيوانات. فبالتالي لما بيزداد استهلاكنا للحوم فالحيوانات كمان بتم تربيتها في ظروف قاسية، وهذا الشيء طبعا لا يصب في مصلحة الحيوان ولا في مصلحة البيئة. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر أيضا يلي تداولته وسائل الإعلام الألمانية الرسمية. مننتقل لخبر آخر تحدثت عنه أيضا وسائل الإعلام الألمانية الرسمية. في تقرير إعلامي تحدث عن وجود 400 شرطي متطرف يميني في أجهزة الشرطة بألمانيا. في 400 شرطي هن حاليا تحت المراقبة وعم بيحققوا معهم كمان، بيحملوا أفكار يمينية متطرفة، وبيحملوا كمان أيديولوجيات مؤامرة، يعني نظريات مؤامرة. فهدول 400 شرطي مثبت عليهم بأنه هن بيحملوا مواقف يمينية، وكمان عم تتحدث وسائل الإعلام الألمانية بأنه العدد ممكن يكون لسا أكبر من هيك بكتير، ما خفي أعظم، يعني ما بيعرفوا بالضبط العدد الدقيق للمتطرفين اليمينيين في أجهزة الشرطة. طبعا هن ما بيعلنوا عن حالهم، بيستنوا لحتى اليمين يرجع يستلم الحكم بألمانيا، وقتها كل شخص بيطلع بيقول بأنه أنا بدعم الحزب النازي، بدعم الحزب اليميني. ففي ناس متكتمة كمان، ولكن هدول 400 تم إثبات التهمة عليهم بشكل أو بآخر، فبالتالي عم بيتم التحقيق معهم بالفترة الحالية، وهن طبعا هن وغيرهم من المتطرفين اليمينيين بشكل وخطر في ألمانيا على الديمقراطية وعلى سيادة القانون. بهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله أكون أفدتكم بكل هالمعلومات الواردة في الفيديو. وكالعادة حابب أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة، بتمنى أنكم تخصصوا ولو نصف دقيقة من وقتكم وتدخلوا على صفحتي الرئيسية على يوتيوب أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول، وتتأكدوا من أنكم ضاغطين على زر اشتراك أو سبسكرايب أبونين، هذا شيء بيدعمني كتير وبشجعني على الاستمرار. لا تنسوا كمان تحطوا لايك وتكتبوا تعليق على الفيديو، وتفعلوا كمان زر الجرس لحتى تصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة. في بعض الأشخاص عم بكتبوا لي بأنه ما عم تصلهم إشعارات بالفيديوهات، فالحل بكل بساطة بأنكم تدخلوا على القناة بشكل يدوي وتشوفوا كل يوم إذا في فيديوهات جديدة بتحضروها بشكل يدوي. هذا كان كشي لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، تبقوا بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء.